سيد المرسلين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، برحمتك يا أرحم الراحمين. جی پاکستان وشو کے پریزیڈنٹ تھے، موزز خواتین و حضرات، سید بشیر آغا ہم میں موجود ہیں، گورنر پاکستان کے بھائی ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ